الحمد لله الذي أعطانا أرض الفرس وأرض الروم ونصرنا بعد أن كنا قلة قليلة مستضعفة. نصرنا لأن كنا فقراء مظلومين، وهزمهم لأنهم كانوا جبابرة متكبرين. صدقت يا أبا ذر، فقد وجد المسلمون عند فتحهم هذه البلدان كنوزا لا توصف وأموالا لا تحصى، كنزها أعداء الإسلام من الناس وأكلوا أموالهم بالباطل. هذا مصير من لا يتقي الله في الناس ويكنز الأموال. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللهم لا تزغ قلوبنا ولا تجعلنا منهم. اطمئن يا بدر، فإنما هي آية نزلت في أهل الكتاب. بل نزلت فينا وفيهم، ومن يكنز الذهب والفضة منا سيلقى مصيرا مثل مصيرهم. يا أبا ذر، إن حق المال الزكاة، وإذا أدى الرجل زكاة ماله فهو ليس بكانز للمال، ولا تنطبق عليه هذه الآية حتى ولو كثر ماله وكان من الأغنياء. بل هو من الكانزين إن كثر ماله، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. أمسك يا أبا ذر، ولا تجعل ما تقوله فتنة بين المسلمين. بل الفتنة في ترك الناس يكنزون المال. من هذا الذي يجلد الوليد؟ إنه عبد الله بن جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة، سلام عليكم. أما بعد، فإني استعملت عليكم الوليد بن عقبة حتى تولت مناعته واستقامت طريقته وكان من صالحي أهله، وأوصيته بكم ولم أوصكم به، فلما بدا لكم خيره وكف عنكم شره وغلبتكم علانيته طعنتم به في سريرته، والله أعلم بكم وبه. وقد بعثت عليكم سعيد بن العاص أميرا. والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره، ولكني عندما أمرني أمير المؤمنين عثمان لم أجد مدا من التنفيذ، ألا وإن الفتنة قد أطلت برأسها بينكم، والله لأضربن وجهها حتى أقمعها أو تعييني، وإني لرائد نفسي اليوم. بشر الكانزين بحجارة محماة يشوون عليها في نار جهنم، ألم تسمعوا وعيد الله تعالى حيث قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم
وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. كتاب لمعاوية بن أبي سفيان. أما بعد، فالشام يا أمير المؤمنين هادئة آمنة تدين بالطاعة والولاء لكم، وقد بدأ أبو ذر الغفاري أصلحه الله يتأول كلام الله، فيزعم أن من كان عنده مال فهو من الكانزين المتوقدين بالنار ولو أدى زكاة ماله، وقوله هذا يفسد الأمر هنا، فلو نصحتموه أو خففتم من بلواء ما يقول لكان الأمر أجدى لنا ولا. أرسل في طلب أبي ذر إلى المدينة ليكون قريبا منه. أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم، وقد غلب فيها أهل الشرف والسابقة والمقدمة، والغالب على تلك البلاد روادف ردفت وأعراب لحت حتى ما ينظر فيها إلى ذي شرف وبلاء. حدثني عن سعيد بن العاص والي الكوفة الجديد. سمعت البعض يقولون أنه شاب مترف يعتد بنفسه ونسبه. بل هو رجل محارب معتد بنفسه من دون ترفع. حين قدمت إليه قال لي: اسمع يا قعقاع، إن لجليسي علي ثلاث، إذا دنا رحبت به، وإذا جلس أوسعت له، وإذا حدث أقبلت عليه. والله ما يبغي الجليس أفضل من ذلك. أرجو أن يتمكن من كبح جماح الغوغاء في الكوفة. الكوفة الكوفة، أعيت الفاروق في عصره حتى أنه قال: أعياني أهل الكوفة، فإن استعملت عليهم لينا استضعفوه، وإن استعملت عليهم شديدا شكوه. ماذا بمقدور سعيد أن يفعل؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احفظها جيدا يا ولدي، بارك الله فيك. كيف وجدك سعيد بن العاص اليوم؟ رجل شجاع لكني أشفق عليه. لماذا؟ جاء إلى مدينة الفتنة فيها خرجت من عقالها، ونسأل الله أن يقينا شرها. أتعني أن الوليد بن عقبة سمح فيها أو كان سببها؟ لا، لكن الكوفة مدينة تجمع للجند، قبائل مختلفة ومشارب مختلفة، موال وعرب أقحاح وقبائل متناحرة، وشعوب رضخت وأخرى تعمل في الخفاء. نسيج متشابك يصعب جمعه ويصعب فرزه. لكن الإسلام جمعهم، فما الذي يفرقهم؟ هنالك أمم وطبقات وأشراف ناس قضى الإسلام على مكانتهم ودورهم، لذا هم مشبعون حقدا على الإسلام، يعملون ليل نهار للقضاء عليه. ليكن الله في عوننا. اسمع ماذا كتب إلي أمير المؤمنين بعد أن وصفت له حال أهل الكوفة. فضل أهل السابقة والقدم ممن فتح الله على أياديهم تلك البلاد، واجعل الذين نزلوا البلاد بعد فتحها من الأعراب
تبعا لأولئك السابقين المجاهدين، إلا أن يكون السابقون تثاقلوا عن الجهاد والحق وتركوا القيام به وقام به من بعدهم. واحفظ لكل إنسان منهم منزلته، وأعطهم جميعا قسطهم بالحق، فإن المعرفة بالناس يتحقق بها العدل بينهم. صدق والله يا أمير المؤمنين، وهذا أول العلاج لمشاكل أهل الكوفة. عادت العصبية القبلية تطل برأسها من جديد، وصارت لزعماء القبائل الكلمة المسموعة على كلمة الوالي، وهذا والله شر ما بعده شر. يعزل عثمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويولي الوليد بن عقبة الفاسق شرب الخمر، وعندما نطلب منه إبداله يولي علينا منعما مترفا لم يرضى الصعود إلى المنبر إلا بعد غسله وتطهيره. المال لأقرباء عثمان، المناصب لأقرباء عثمان، الحمى لعثمان، ضوال الإبل لعثمان، لا تخرج سفينة في البحر إلا لتجارته، حتى الإقطاعات، كل الإقطاعات يقطعها لأقربائه وأهل بيته. حتى عمه الحكم بن العاص الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده عثمان إلى المدينة المنورة. يعيد الحكم بن العاص إلى المدينة المنورة، أترضون بهذا أيها المسلمون؟ لا والله لا والله لا نقبل بهذا. ما الذي أقلق الأمير؟ الذين ضربوك وابنك لم يتركوا مجلسي ويخلدوا إلى الهدوء والراحة، لا، إنهم يجتمعون في دار صعصعة بن صوحان ويحاولون إيقاد الفتنة. جميعهم؟ نعم، صعصعة والأشتر وابن الكواء وجندب الأزدي وابن ذي الحنكة وعمير بن ضابئ وآخرون يجتمعون دائما ويحرضون الناس علي وعلى أمير المؤمنين. إنهم قلة. كانوا قلة، أما الآن فقد اجتمع إليهم أناس كثر. الأفضل أن أكتب إلى أمير المؤمنين وأعلمه بأمرهم. كثر شغب أهل الكوفة. اكتب إلى سعيد بن العاص أن يرسل رجال الفتنة والتحريض إلى معاوية، واكتب إلى معاوية بأمرهم. إن نفرا قد خلقوا للفتنة فأقم عليهم وانههم، فإن آنست منهم رشدا فاقبل، وإن أعيوك فردهم علي. عادت الكوفة إلى الصدارة، قوم يشغلون على سعيد بن العاص ويحرضون عليه وعلى الخليفة. الفتنة تطل برأسها يا ضحاك، تطل برأسها. سيصلون قريبا، قل للخدم أن يجهزوا لهم كنيسة مريم كي ينزلوا بها، وإياكم أن تنقصوا من طلباتهم شيئا. لكن أهل الكوفة يرددون ما يقوله صعصعة وصحبه ويقولون إنهم على حق. إنه أمير المؤمنين وله بيعة في أعناقهم، ولا يقولون ما يقولون إلا لغاية في أنفسهم. أية غاية؟ عمير بن ضابئ مثلا عاقب أمير المؤمنين والده لتعرضه بالهجاء لامرأة مسلمة ثم مات في السجن، فحقد عليه عمير. وجندب وأبو مورع أمر أمير المؤمنين بضرب أعناق أبنائهما لأنهما قتلا ابن الحيشمان. والآخرون يا أسماء يريدون إما الزعامة وإما الولاية. أرجو ألا يثور أهل الكوفة لإبعادهم. أرجو ذلك.
أشراف الكوفة وأبطالها. أهلا أهلا وسهلا. أهلا بالأبطال، أهلا بالأشراف، أهلا بالحكماء، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا وسهلا. شرفتم، شرفتم أيها الأشراف، شرفتم. تفضلوا، تفضلوا. عندما علمت أنكم تنوون مغادرة الكوفة سألت أمير المؤمنين أن يوجهكم إلي، فأنا بحاجة إلى أمثالكم أبطالا، عبادا، حكماء. تفضلوا. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم، لقد نورتم دمشق. أرجو منكم ألا تبخلوا علي بما لديكم، فأنا فعلا بحاجة إلى أمثالكم. أنتم أبطال، أنتم حكماء. تفضل، تفضل، تفضل. نحن لم نأتي إليك بمحض إرادتنا، بل أبعدنا عن الكوفة إبعادا لا رغبة لنا فيه. وأنا لم آتي إلى الشام بمحض إرادتي، بل قدمت إليها بناء على رغبة أمير المؤمنين، كما قدمتم أنتم جميعا بناء على رغبته أيضا. إذن فنحن هنا جميعا بغير محض إرادتنا، فلما لا نهون على أنفسنا أعباء الغربة ونتعاون كي تكون أخف وطأة علينا جميعا؟ نحن مبعدون إلى الشام، أما أنت فأمير عليها. هذا صحيح، لكن الإسلام ساوى بيننا. طالما تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأنتم إخواني في السراء والضراء، ألا تشهدون؟ بلى بلى نشهد، بل نحن من نشهد. ستنزلون في كنيسة مريم وسأزوركم دائما، أهلا وسهلا. الخليفة يجب أن يكون من قريش، الخليفة يجب أن يكون من قريش. إني لا أسمع إلا من يردد هذا الكلام. لماذا؟ لماذا يجب أن يكون من قريش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش. أيكفي أن يكون النبي من قوم كي ينال هذا الشرف؟ هل اكتسب قوم لوط أو نوح هذا الفخر؟ لا، بل عادوه وحاربوه، لذا لا أرى سببا للتمسك بزعامة قريش. ما تقوله صحيح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه النبي العربي، أي إنه للعرب كافة وليس لقريش وحدها. القرآن يقول فيه جل جلاله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآنا عربيا. أما عثمان فقد جعل منه قرآنا قرشيا. صحيح، ألم يقل للذين جمعوا القرآن: إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم. ولكنه أمر لعثمان أمير معاوية. أردت أن أطمئن بنفسي على حسن استضافتكم، أتمنى أن تكون جيدة. كيف هي إقامتكم هنا؟ جيدة، 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 والحمد لله، الحمد لله على كل شيء. ومع ذلك فأنا أرغب في أن أستضيفكم عندي في القصر. لا 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 لا. أتتمنعون عن جيرتي؟ لا أيها الأمير، لكننا لا نريد أن نشغلك عن مهامك أعانك الله عليها. بصراحة إنني أرغب في إبعادكم عن هذا المكان، فأنا غير مطمئن على سلامتكم هنا. لماذا؟ نعم، عند قدومي إلى هنا شاهدت 15 رجلا يحومون حول المكان، وقد أخبرني قائد الشرط أنهم من الزعار والفاتكين وقطاع الطرق، فخفت عليكم وأرسلت عددا من الجنود لضرب أعناقهم. أضربت أعناقهم؟ نعم، فإن من يثبت عليه جرم عاقبناه بجرمه، وأنتم ضيوفي، وأنا لن أسمح لأحد بالاقتراب منكم أو أذيتكم، لذا قررت أن أبقي هنا عددا من الحراس كي يحرسوكم ويبعدوا عنكم هؤلاء الزعار والغوغاء. أرجو أن لا يكون خبر هؤلاء الزعار قد أفقدكم شهيتكم للطعام، فأنا جئت إلى هنا
كي يشارككم الطعام. هيا بنا تفضلوا. هيا. نحن إخوة في الإسلام، ويحق للمسلم أن يعتب على أخيه المسلم، أليس كذلك؟ بلى. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. إذن اسمحوا لي أن أعتب عليكم، فقد سمعت عنكم ما لا أحب. ماذا سمعت؟ يا إخوتي، إنكم قوم من العرب، لكم أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا، وبه غلبتم الأمم، وقد بلغني أنكم نقمتم قريش، ولو لم تكن قريش لبقيتم أذلاء كما كنتم، فإن الناس لا تسلم قيادها إلا. ونبلغك ذلك. إخوان لكم يجتمعون معكم. يا إخوتي، إن أئمتكم لكم جنة، فلا تفترقوا عن جنتكم، وإن أئمتكم يصبرون على الجور ويحتملون منكم ما لا يحتمل، فاتقوا الله، فاتقوا الله قبل أن يبتليكم بمن يسومكم السوء ولا يحمدكم على الصبر، ثم تكونوا شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم. أما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية، فلا تخوفنا بها. وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا ما اخترقت خلص إلينا. أنا عرفتكم وعلمت أن قلة عقلكم هي التي أوصلتكم إلى هنا. أنت خطيبهم يا صاصا، والله ما أرى لك عقلا، أعظم لك أمر الإسلام وأذكرك به وتذكرني أنت بالجاهلية. أوجز يا معاوية، افهموا مني ولا أظنكم تفهمون. إن قريشا لم تعز في جاهلية ولا في إسلام إلا بالله تعالى، لم تكن أكثر العرب ولا أشدهم، لكنهم كانوا أكرمهم أحسابا وأمحضهم أنسابا. لسنا أقل شرفا ونسبا من قريش. أخبروني، هل تعرفون عربيا أو أعجميا أو أسود أو أحمر إلا وقد أصابه الدهر في بلده وحرمته؟ إلا من كان من قريش، فلم يقصدهم أحد بكيد إلا جعل الله خده الأسفل. هذه كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست كرامة قريش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، والمؤمنون الأوائل من قريش، وقد جعل الله الخلافة بينهم وفيهم. وأبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف من قريش أيضا. صعصع، والله إن قريتك شر القرى، أنتنها بيتا وأعمقها واديا وأعرفها بالشر وألأمها جيرانا. والآن وبعد أن أبرزك الإسلام جئت تسعى للفتنة؟ معاوية أمسك. لم تنتهي الفتنة بإبعاد صعصعة وأصحابه. أشعر بأمر غريب يدبر في الخفاء يا أسماء، وما هو بأمر صادر عن ردة فعل، لا بل هو أمر منظم حلقاته مترابطة جدا. ما هو هذا الأمر؟ لا أدري، أشعر به
أحس به ولكني لا أدري ما هو. يا قوم يا قوم، اتقوا الله وردوا علي خيرا، أو اسكتوا وانظروا وتفكروا فيما ينفعكم وينفع أهليكم وينفع عشائركم وينفع جماعة المسلمين، فاطلبوه تعيشوا ونعش بكم. لست أهلا لذلك يا معاوية، ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله. أوليس أول ما ابتدأتكم به أمرتكم بتقوى الله وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تعتصموا بحبله ولا تفرقوا؟ بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، إني آمركم الآن، إن كنت فعلت فأتوب إلى الله، وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولزوم الجماعة وكراهة الفرقة، وأن توقروا أئمتكم وتدعوهم على حسن ما قدرتم وتعظوهم في دين. إذن فإننا نأمرك أن تعتزل عملك، فإن من المسلمين من هو أحق به منك. إني لا أعلم في زماني أحدا أقوى على ما أنا فيه، وقد رأى ذلك عمر بن الخطاب فولاني، فلو كان غيري أقوى مني لما كانت لي عند الفاروق هوادة ولا لغيري، كما إني لم أحدث حدثا ينبغي لي أن أعتزل عملي من أجله. لكننا نرى أنك أحدثت أمرا ينبغي عزلك فيه. لو رأى أمير المؤمنين وجماعة المسلمين ذلك لكتب بخط يده واعتزلت عملي. لعمري لو كانت الأمور تقضى على رأيكم وأمانيكم لما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوما ولا ليلة. فعودوا إلى الله وعاودوا الخير وقولوه. لست لذلك أهلا يا معاوية، لست لذلك. ما احذروا، هذه ليست أرض الكوفة. والله لو رأى أهل الشام تطاولكم علي وأنا إمامهم لما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم. لعمري إن صنيعكم يشبه بعضه بعضا. والله لا أدخل عليكم مدخلا ما بقيت. معاوية ضاق ذرعا بصعصعة وصحبه. ماذا حدث؟ عجز دهاء معاوية عن ترويدهم. كل ما أرجوه ألا يعيدهم إلي. مضت أيام لم يزرنا معاوية أو نسمع عنه خبرك، أخشى أن يفتك بنا و... لن يفعلها معاوية، فلو أراد أن يقتلنا لفعل ذلك منذ وصلنا، ولكنه يحاول أن يستخدم دهاءه وحلمه ليثنينا عما نفكر فيه. لست مطمئنا لمعاوية، أشعر أنه يدبر لنا أمرا ما. لا يستطيع معاوية أن يفعل شيئا، فهو يأتمر بأمر عثمان، وعثمان أمر بإبعادنا عن الكوفة ليس إلا، ولم يأمر بأكثر من ذلك. كتاب من معاوية لأبي سفيان يا أميرة. أما بعد يا أمير المؤمنين، فإنك بعثت إلي أقواما يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون عليهم، ويأتون الناس من قبل القرآن فيشبهون على الناس، وليس كل الناس يعلم ما يريدون، بل يريدون فرقة ويريدون فتنة. قد أثقلهم الإسلام وأجرهم، ولست آمن إن قاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم، فارددهم إلى مصرهم، فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم. أرى أن أمير المؤمنين اعتكف، فما في الرسالة يا أمير المؤمنين؟ اكتب إلى سعيد بن العاص أن يعيد من أبعدهم عن الكوفة إليها،
فوالله لا آمن أن يثيروا أهل الشام على معاوية. إن لم يقدر عليهم معاوية فلن يقدر عليهم سعيد بن العاص. والبصرة كذلك تعاني من بوادر فتنة. حكيم بن جبلة يضم إليه الموتورين في البصرة، ومصر تعاني كذلك من تجمع الغوغاء والنيل من هيبة أمير المؤمنين. إنما يحدث خطير وخطير جدا، وهذا ليس بعمل أفراد قلائل، إنما هو عمل منظم له رأس يدبره. إنه هو، لا أحد غيره، ابن السوداء. ابن السوداء؟ من هو؟ عبد الله بن سبأ، يهودي من صنعاء، أسلم زمن عثمان ويحاول إثارة الفرقة بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. بلغ السيل الزبا، إن بقي هؤلاء القوم هنا لا آمنوا على الكوفة منهم. اكتب إلى أمير المؤمنين بخبرهم كي يبعدهم عن الكوفة قبل أن تنتفض ويحكمها الغواء. فإذا وصلك كتابي أرسل من ذكرت إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حمص، فهو قوي الشكيمة وسيحسن التعامل معهم. يا آلة الشيطان، لا مرحبا بكم ولا أهلا. لقد رجع الشيطان محسورا خائبا، وأنتم ما زلتم نشيطين في الباطل. خسر عبد الرحمن إن لم يؤدبكم ويخزكم. يا معشر من لا أدري من أنتم، أعرب أنتم أو عجم؟ لن تقولوا لي كما كنتم تقولون لسعيد ومعاوية: أنا ابن خالد بن الوليد، أنا ابن من قد عجمته العاجمات، أنا ابن فاقئ الردة. والله لا أذبننكم. نحن لسنا قتلة أو مجرمين كي تهددنا، نحن عرب قحاح إن لم تكن تدري ما هو أصلنا. ما؟ والله لا أقطعن ألسنتكم التي تغوون بها الناس، ولأنكلن بكم تنكيلا تأملون الموت عليه. خذوهم. وقد جئت من قبل أصحابي أعلن لك توبتنا وصلاحنا. احلل أنت ومن معك حيث شئتم، فقد عفوت عنكم. نريد أن نبقى عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حمص. لكم ذلك. مهلا مهلا يا أمير، هل أبقى أميرا للحرب على مدينة أنفذت جيوشها؟ الهدوء والأمن يسودان المدينة، سأترك عليها عمرو بن حريث حتى أعود. تعود؟ هل ستغادرنا؟ نعم، فقد طلب أمير المؤمنين أن أقدم عليه. لن أوصيك بالكوفة وبعمرو بن حريث، أرجو أن تساعده وتكون معه. أيها الناس، أيها الناس، اسمعوني، حافظوا على تماسككم وتعاضدكم، وكونوا يدا واحدة، لأن يد الله مع الجماعة. ولا تنسوا أن إخوانكم وأخيارنا يستبعدون وينكل بهم عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. أخذوا الآن وفقكم الله إلى أعمالكم، وعندما يطلبكم شرع الله كونوا جاهزين.
واعلموا أن أمرنا دائما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا يتعب أهل الكوفة من التذمر والشكوى؟ رأيت، الفتنة لا تجتث بنفي الرؤوس بل بتطهير النفوس. أبعدت صعصعة بن صوحان ورفاقه، فظهر يزيد بن قيس ليقود الغوغاء. يبدو أن الموعد الذي ننتظره قد اقترب. ألم يقل لك شيئا آخر؟ بلى، كتب إلي يصف ما يحدث في مصر على يد عبد الله بن أبي السرح قاتله الله. الجور والظلم يعمان مصر، وقد خفت الأقوات لأن ابن أبي السرح يحتكر التجارة لنفسه. هذا عدا الأمراض والفقر والجوع والفاقة والفسق والفجور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، يا عباد الله، أمر الله تعالى في كتابه العزيز أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وهل هنالك من منكر أشد مما يحدث الآن في أمة الإسلام؟ أمير المؤمنين يعزل الصحابة ويبعد أهل التقى والإصلاح ويولي أقرباءه ولاة على المسلمين. ومن هم أقرباءه؟ الوليد بن عقبة وعبد الله بن أبي السرح ومروان بن الحكم وعبد الله بن عامر. الأول فاسق سكير، والثاني هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمع، والثالث قربه عثمان وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والده وعاده عثمان إلى المدينة، والرابع حبث وله عثمان على البصرة لأنه ابن خاله. وأموال المسلمين يوزعها على أقربائه، صار بيت مال المسلمين ملكا لعثمان وأقربائه، فقد أعطى خمس الخمس من غنائم إفريقيا لعبد الله بن أبي سرح. وسعيد بن العاص نفى إخوانكم وأبعدهم عن الكوفة. لماذا؟ لأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ورفضوا أن يكونوا إمعات في مجلسه. يزيد بن قيس، أمسك واتق الله فيما تقول. أليس من حق الرعية أن تجأر بالظلم وتطلب الإنصاف والعدل؟ أليس الساكت عن الحق بشيطان أخرس؟ لماذا نسكت عن الظلم؟ لماذا؟ ماذا تريدون؟ نريد أن ينصفنا الوالي، فهو يظلم الرعية ولا يقيم شرع الله. جاهر الأمير بهذا القول عندما يعود. أما الآن فاخرج، لا تجلس لهذا الهدف في المسجد، لا يجتمع عليك أحد. اجلس في بيتك، وإن كان لك حاجة عند الخليفة اطلبها عندما يعود. هيا. ما رأيكم ماذا نعمل؟ حتى الآن لم يصلنا أي خبر من الكوفة. Thank you.
يصفون لي ما يجري في الكوفة على يد سعيد بن العاص. الجوع والظلم يعم الكوفة، فقد خفت الأقوات وكثر الاضطهاد، وسعيد يتحكم بالتجارة. هذا عدا عن الأمراض والجوع والفسق والفجور. أعان الله أهل الكوفة على بلواهم، ونحمد الله على نعمته علينا هنا في مصر. لماذا تأخرت؟ القعقاع يراقب كل تحركاتنا وسكناتنا، وجنده تراقب المدينة ليلا نهارا. هل وجدت الوسيلة لإيصال كتابنا إلى صعصعة وإخوانه؟ نعم، أعرف رجلا من أصحابنا موضع ثقة، يعمل تاجرا، بإمكانه الخروج من الكوفة إلى الشام دون أن يرتاب في أمره أي أحد. أين هو؟ في الخان ينام مع التجار. أعطني الكتاب كي أسلمه له. ها هو. واحرص على ألا يقع في أيدي الجند. وفق الله. كتاب من يزيد بن قيس. إذا وصلكم كتابي هذا فلا تضعوه من أيديكم حتى تأتوا إلي، فقد راسلنا إخواننا في مصر واتفقنا معهم على الخروج. ماذا سنفعل؟ لا وقت للسؤال والانتظار، علينا التحرك بسرعة. وعبد الرحمن بن خالد؟ أرجو من الله أن يعيننا كي نرد له الذل الذي أذاقنا إياه ومعاوية. استعدوا. هيا بنا. ماذا هناك؟ هرب صعصعة ومن معه. اذهبوا في أثرهم ولا تعودوا إلا بهم. أهلا يا مطر. عاد صعصعة وأصحابه إلى الكوفة. هذا؟ لقد جئتكم من عند الخليفة عثمان، وتركت عنده سعيد بن العاص، وقد اتفقا على إنقاص عطائكم وخفض أموالكم من 200 درهم إلى 100 درهم. يبذخ على أقاربه ويقتل علينا. لا تصب الزيت على النار يا أشتر، النفوس مشحونة والفتنة تطل برأسها. خاب من اتكل عليك يا أبا موسى. نحن ننصرك ونطالب بك واليا علينا، وأنت تتخلى عنا متى وليت. ومع هذا لا نرغب واليا علينا سواك. أصرف القوم يا أشتر، ولا تزد الفتنة اشتعالا، وأنا سأرسل إلى أمير المؤمنين أن يعيد العطاء كما كان إن كان ما تقوله صحيحا. ماذا فعلنا أيها القوم؟ أنبعد وينكل بنا لأننا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ أين كنتم يا من تطالبوننا بالروية والحكمة عندما سيق بنا إلى معاوية وعبد الرحمن بن خالد؟ لماذا لم نسمع منكم اعتراضا أو كلمة تنصفنا؟ إني خارج إلى ظاهر المدينة لأمنع سعيد بن العاص من دخول الكوفة، فمن شاء منكم أن يخرج معي لمنعه والمطالبة بوال المكانة فليفعل. كلنا كلنا كلنا
إلا السيوف المشرفية التي أوشكت أن تسل من غمدها ليعلو صوت القتال. عندها سيأمل الناس أن يعودوا إلى ما كانوا عليه اليوم، ووالله لن يكون لهم ذلك. يا أمير المؤمنين، أياتيك الذي يأتينا عن أهل الأمصار وما يحدث هناك؟ لا والله ما جاءني إلا السلامة، فما الذي يأتيكم؟ بلغنا أن الأمصار تموج بالفتن، وأن الناس تجأر بالشكوى من ولادها. لا أعلم إلا الخير والرضا عن الولاة، أنتم شركائي وشهود المؤمنين، فأشير علي. أرى أن تبعث رجالا ممن تثق بهم إلى الأمصار، ترجع إليك بخبرهم، وتكفي معاينة أجواء البصرة والكوفة والشام ومصر لكي تتأكد من ذلك. نعم الرأي، سأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة، فطالما كان رسول بن الخطاب إلى الأقاليم والأمصار، وأسامة بن زيد إلى البصرة، وعمار بن ياسر إلى مصر، وعبد الله بن عمر إلى الشام. أحسنت الاختيار يا أمير المؤمنين. عد من حيث أتيت يا سعيد بن العاص، فلا حاجة لنا بك، ولن نسمح لك في الدخول إلى الكوفة. وأخبر عثمان بأننا لا نريدك واليا علينا، بل نريد أبا موسى الأشعري مكانك. أخرجتم جميعا لتقولوا هذا؟ كل هؤلاء الرجال لتقولوا لي هذا؟ كان يكفيكم أن تبعثوا رجلا إلى أمير المؤمنين بطلبكم، وأن توقفوا لي رجلا في الطريق ليخبرني بذلك. هل يخرج 1000 رجل لهم عقول لمواجهة رجل واحد؟ لم نحضر هؤلاء الناس لمنعك، بل لترى إجماعهم على رفض ولايتك. عد من حيث أتيت. لقد أظهروا رفضهم لي واليا عليهم، وأعلنوا رغبتهم بوال آخر يحل مكاني. من يريدون واليا؟ يريدون أبا موسى الأشعري. قد وليناه وأثبتناه عليهم، ولن أجعل لهم عذرا، ولن أترك لأحد حجة، ولنصبرن عليهم كما هو مطلوب منا حتى نعرف حقيقة ما يريدون. اكتب يا مروان بتولية أبي موسى الأشعري على الكوفة. أيها الناس، لا تخرجوا في مثل هذه المخالفة، ولا تعودوا إلى مثل هذا العصيان. إلزموا جماعتكم والطاعة، وإياكم والعجلة. هذا كتاب أمير المؤمنين إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عثمان بن عفان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة، السلام عليكم. أما بعد، فقد أمرت عليكم من اخترتم، وأعفيتكم من سعيد، والله لا أفرشن لكم عرضي، ولا أبذلن لكم صبري، ولا أستصلحنكم بجهدي. واسألوني كل ما أحببتم مما لا يعصى الله فيه، فسأعطيه لكم، ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه،
أنزل فيه عندما أحببتم حتى لا تكون لكم علي حجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخر القوم في الداخل ينظر. السلام عليكم. ما في الداخل. عبد الله بن عامر ولي البصرة وعبد الله بن أبي السرح ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن العاص. أيها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذه الشكاوى وما هذه الأقوال؟ والله إني لخائف أن يكون ما يقال عنكم صدقا فما يحاسب على أفعالكم غيري. ألم تبعث الرسل لتقصي الأمور يا أمير المؤمنين؟ ألم يرجعوا إليك ويخبروك كذب ما يشاع وأن أحدا من الرعية لم يشافهم بشيء؟ لا والله ما صدق المفترون، ولا نعلم لهذه الأقوال أصلا، بل هي إشاعة لا يعتد بها. إذن أشيروا علي. إنه أمر يحاك في السر، ومن يتنقل أخباره لا يعرف كنها، وهو أمر يتداول في المجالس الخاصة لا يسمع به الآخرون. فما دواء ذلك؟ أن تطلب هؤلاء القوم وتقتل الذي يصدر هذا الأمر عنهم. يا أمير المؤمنين، خذ من الناس ما عليهم إذا أعطيتهم ما لهم، فإن هذا أفضل من أن تدعهم على هواهم. ما تقول يا معاوية؟ قد وليتني فوليت قوما لا يأتيك عنهم إلا الخير، وما في الشام من فتنة، أما مصر والكوفة فهذان الرجلان أعلم بناحيتهما يا أمير المؤمنين. أدري، لكن ما الرأي؟ ما جانب سعيد الصواب، وأنا أرى في رأيه حسن أدب لهم ولمن خلفهم. فما ترى يا عمرو؟ أرى أنك قد لنت لهم وترخيت عنهم وزدتهم عما كان يصنع عمر، فأرى أن تلزم طريقة صاحبك فتشد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين. الشدة واجبة لمن لا يألو الناس شرا، واللين لمن يخلف الناس بالنصح، أما أنت فقد فرشت اللين للجميع. كل ما أشرتم به علي قد سمعت، ولكل أمر باب يؤتى منه، وباب هذا الأمر الذي يغلق عليه ويكفف به اللين والمواتاة والمتابعة إلا في حدود الله تعالى ذكره التي لا يستطيع أحد أن يبادي بعيب أحدها. والله إن رحى الفتنة لدائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها. اكفوا الناس وهبوا لهم حقوقهم واغتفروا لهم، وإذا تعوطيت حقوق الله فلا تداهنوا بها. عودوا إلى أعمالكم وفقكم الله. يا أمير المؤمنين، أحببت أن أعرض عليك أمرا قبل أن أغادر. ما هو؟ إن الأمور لن تقف عند هذا الحد، فانطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك من الأمور والأحداث ما لا قبل لك بها يا أمير المؤمنين. والله لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولو كان فيه قطع خيط عنقي. إذن سأبعث جيشا من الشام يقيم هنا في المدينة ويدافع عنك. من أين أنفق عليه؟ من بيت المال.
لا أقدر الأرزاق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بجند يساكنونهم، ولا أضيق على أهل الهجرة والنصرة بمساكنة هؤلاء الجند لهم. يا أمير المؤمنين، والله لتقاتلا أو لتغزيا. حسبي الله ونعم الوكيل. اذهب يا معاوية إلى ولايتك.